في قصر بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي وضعه في أجواء الاستشارات النيابية التي أجراها أمس لتأليف الحكومة. إن شاء الله خلال هالأيام القادمة بصير في حوار مع بعض يعني كل الأفرقاء السياسية، وأنا أطلعت حكومة الرئيس كمان على إيجابية الأجواء اللي موجودة بين الجميع، فنحن أتمنى الرئيس أنه يعني يكون في تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن وأبدأ تعاون كبير، فإن شاء الله يعني أنا متفائل وإن شاء الله بيكون يعني تشكيل هذه الحكومة بشكل سريع جدا. تيار المستقبل هل مظبوط رح يحصل على ست؟ هل سيحصل؟ لا أدري لا أدري، ولكن تيار المستقبل هو تيار المستقبل، فما حدا في يعني يشكك بوجوده، وفي كمان رئيس الحكومة فكمان عنده حصة. بس بقولوا إنه في 10 نواب صدنا من خارج المستقبل كمان يقولوا مثل اللي بدهم اياه يقولوا، بس انا موجود.